تشاهدون الآن نشرة الأخبار من قناة حضرموت. رئيس الجمهورية يتلقى برقيتي تهنئة من أخيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر. رئيس الجمهورية يستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سيلفان ويشيد بالمواقف التاريخية للكويت المساندة لليمن. الخدمة المدنية تعلن الأربعاء إجازة رسمية بمناسبة الذكرى 56 لثورة 26 من سبتمبر. وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء يطلع على مشاريع ائتلاف الخير الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة بوادي حضرموت. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها من قناة حضرموت الفضائية، أهلا بكم. تلقى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم برقية تهنئة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، هنأه فيها بمناسبة الذكرى 56 لثورة 26 من سبتمبر. وأعرب خادم الحرمين الشريفين في البرقية باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية موفور الأمن والاستقرار. كما تلقى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم برقية تهنئة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هنأه فيها بمناسبة الذكرى 56 لثورة 26 من سبتمبر. وأعرب ولي العهد في البرقية عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامة الرئيس والحكومة وشعب الجمهورية اليمنية دوام الأمن والاستقرار. استقبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية في مقر إقامته بنيويورك نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سيلفان. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف المستويات. وأشاد فخامة الرئيس بمواقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية للانتصار لإرادة الشعب اليمني ودعم خياراته في البناء والاستقرار والسلام، لافتا إلى التوافق وتطابق وجهات النظر حول عدد من الرؤى والملفات، وفي مقدمتها مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة ووكلائها من الميليشيات الإنقلابية الحوثية في اليمن ومكافحة ومحاربة الإرهاب بأشكاله ومسمياته المختلفة. وفي اللقاء استعرض فخامة الرئيس جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني منذ مؤتمر الحوار الوطني ومحطات ومشاورات السلام المختلفة مع الإنقلابيين الذين لم يفوا بمتطلبات السلام، مستمرين في مواصلة جرائمهم تجاه الأبرياء من أبناء شعبنا اليمني. من جانبه عبر نائب وزير الخارجية الأمريكي عن سروره بهذا اللقاء مؤكدا على أهمية تعزيز وتفعيل العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين. وقال: اليمن شريك فاعل وأساسي في مواجهة ومجابهة التحديات المتربصة بالمنطقة، والأمن والسلام العالمي ما يعزز علاقتنا وتوطيدها ودعم قيادتها الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي حتى يعم السلام في اليمن وفقا والمرجعيات والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216. وأكد التزام الإدارة الأمريكية للقضاء على تنظيمي القاعدة وداعش وأنشطتها في اليمن وأينما وجدت تلك الجماعات الإرهابية. أكد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية على عمق العلاقات الأخوية المميزة التي تربط اليمن بأشقائها في دولة الكويت بمختلف المراحل والظروف والمجسدة للحمة الواحدة في وجه المخاطر والتحديات التي تتربص بالأمة العربية قاطبة.
وأشاد فخامة الرئيس خلال لقائه على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح بمواقف الكويت التي تسجلها دوما مع اليمن ودعم توافقه الوطني وشرعيته الدستورية في مختلف المحافل الدولية ومنها مجلس الأمن الدولي الذي تمثل الكويت عضويته الدورية الراهنة، محملا إياه نقل تحياته لأخيه أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. من جانبه أيضا عبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي عن سروره بهذا اللقاء مع فخامة الرئيس الذي يجسد عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتهما الحكيمة، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والتأكيد على دعم الكويت لليمن وقيادتها الشرعية حتى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والاستقرار انطلاقا من روابط الأخوة والمصير المشترك الذي يجمع البلدين. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأربعاء 26 من سبتمبر إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، وذلك بمناسبة الذكرى 56 لثورة 26 من سبتمبر. وعبرت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والإعلام والمؤسسات التابعة لهما عن أحر التهاني وأطيب التبريكات إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني في الداخل والخارج بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على وطننا بالخير واليمن والبركات. عقد اليوم بمدينة سيئون اجتماع برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري كرس لمناقشة ترتيب عودة شركة كالفاليا النفطية، وجرى في الاجتماع الذي حضره مديري عموم مكتبي النفط والشؤون الاجتماعية بالوادي والصحراء رضا باسيف وعبد الله باجهام ومديري عموم المديريات الواقعة في مناطق الامتياز حريضة والعبر وحورة وادي العين ورخية، مناقشة دور تلك المديريات في عودة الشركة وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها أثناء استئناف نشاطها. وأكد الاجتماع على أهمية استئناف عمل الشركة بإشراف السلطة المحلية بالوادي والصحراء وفتح مكتب للشركة للتواصل معها بيسر وسهولة ومنح المقاولين الحضارم مقاولات الشركة وتعويض مناطق الامتياز بطريقة عادلة. وأقر الاجتماع وضع آلية واضحة ومحددة ومصفوفة كاملة لتنظيم عمل الشركة، فيما أشار الوكيل الكثير إلى أن عودة نشاط الشركة سيكون رافدا هاما لمعالجة الأزمة الاقتصادية وحصول حضرموت على نسبتها 20% من مبيعات النفط، إضافة إلى فتح قرض عمال لأبناء وادي حضرموت. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية وادي حضرموت والصحراء عصام حبريش الكثيري على المشاريع الجاري تنفيذها من قبل ائتلاف الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية في وادي حضرموت والممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمتمثلة في مشروعي تحسين سبل العيش والكثافة العمالية، مستمعا من الأخ عبد الله جميل منسق المشاريع إلى أهداف مشروع تحسين سبل العيش الذي يستهدف 50 من أيثام وادي حضرموت ويهدف إلى إكسابهم مهارات في تربية النحل والنجارة والديكور والخياطة والتطريز والكوافير والحنة من خلال دورات تأهيلية مكثفة وتقديم معدات المشاريع للمستهدفين. ويستهدف مشروع الكثافة العمالية الشباب والمزارعين ومعيلات الأسر وتمكينهم اقتصاديا من خلال إكسابهم عدد من المهارات ودعمهم بأدوات المشاريع وافتتاح مشاريعهم الخاصة والانخراط بسوق العمل، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار اهتمام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجتمع اليمني ومواجهة الظروف الاقتصادية. بدوره أشاد الوكيل الكثير بالدور الكبير الذي يقوم به ائتلاف الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية في تنفيذ مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤكدا وقوف السلطة المحلية بوادي حضرموت مع هذه المشاريع واستعدادها لتدليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم، داعيا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى تكثيف نشاطاتهم التي تستهدف إكساب الشباب مهارات وحرف في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد.
اطلع وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت الأخ جمال سالم عبدون على سير الحصص الدراسية بمجمع الزهراء التعليمي للبنات ومدرستي الإمام علي بن أبي طالب والاستقلال بمديرية مدينة المكلا، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات والاهتمام المستمر باستنهاج المقررات الدراسية وفقا وجدول الحصص اليومي المنبثق عن التقويم المدرسي الوزاري، مجددا التأكيد على ضرورة الاستفادة من الإمكانات والمستلزمات الدراسية التي تم توفيرها وصارت جزءا مهما في سير العملية التربوية والتعليمية، مبديا استعداد قيادة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة لتذليل الصعوبات وحل المشكلات التي تعترض سير الأداء لهذه الإدارات وبما يخدم تحسين وتطوير الأداء داخل حجرات الدرس وفي قاعات الحاسوب والمختبرات العلمية التي أصبحت متاحة وفي متناول العديد من المدارس والمجمعات بعد التدخل الكبير من قبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ودعمه وتمويله لخطة تحسين البيئة المدرسية بمديريات المحافظة، مهنئا الإدارات المدرسية التي استطاع طلابها وطالباتها تحقيق نتائج مشرفة على مستوى المحافظة والجمهورية والمديريات ومنها إدارة وطالبات مجمع الزهراء التعليمي للبنات بديس المكلا. تنفيذا لتوجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية يواصل هايبر المستهلك التابع لمجموعة بنكردوس التجارية تخفيضاته للمواد الغذائية الرئيسة لمساعدة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وقال المدير العام لمكتب التجارة والصناعة بساحل حضرموت خالد غانم خلال زيارته لهايبر المستهلك بأن مجموعة بنكردوس بادرت بتلبية نداء وتوجيهات المحافظ وقامت بتخفيض السلع الأساسية وتوفيرها بشكل دائم في هايبر المستهلك وبيع وتوفير رغيف الخبز بنفس السعر السابق. وأشار غانم إلى أهمية أن يحذو بقية التجار حذو مجموعة بنكردوس في تخفيض الأسعار ومساعدة أهلهم في حضرموت، داعياً المواطنين لأخذ احتياجاتهم الأساسية بما يكفيهم لا سيما وأن مجموعة بنكردوس ستقوم بتوفيرها بشكل دائم. من جانبه أوضح المدير العام لمجموعة بنكردوس التجارية الشيخ عبيد بنكردوس التميمي بأن المجموعة تقوم بواجبها في خدمة أهلها في مدينة المكلا وبقية مدن وقرى حضرموت انطلاقا من مبادئها التي التزمت بها منذ تأسيسها في مد يد العون لكل المواطنين والتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في كافة الأزمات التي يمرون بها، واعدا أبناء حضرموت بمبادرات أخرى ستقوم بها المجموعة خلال الفترة القليلة القادمة. وطاف المدير العام لمكتب صناعة ساحل حضرموت والمدير العام للمجموعة ومعهم نائب مدير عام الصناعة والتجارة عوض بن حميد ومدير الأسواق وحماية المستهلك بالمكتب فهد بشامي ورئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت شوقي التميمي بأقسام الهايبر مطلعا على السلع الأساسية التي تم عرضها في صالته. السيدة والسادة، نهاية نشرة الأخبار، أعود وأذكر بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يتلقى برقيتي تهنئة من أخيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر. رئيس الجمهورية يستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سيلفان ويشيد بالمواقف التاريخية للكويت المساندة لليمن. الخدمة المدنية تعلن الأربعاء إجازة رسمية بمناسبة الذكرى 56 لثورة 26 سبتمبر. وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء يطلع على مشاريع ائتلاف الخير الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة بوادي حضرموت. من قناة حضرموت الفضائية قدمت لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.